والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور يوسف الشمري رئيس شركة سي ماركت لندن. أهلا بك دكتور. بداية، تنصيب جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو الحدث الأبرز اليوم، كيف سينعكس على الأسواق العالمية خصوصا أسواق النفط؟ أهلا وسهلا أخي، وشاكر لكم على الاستضافة. من الحقيقة طبعا هو حدث عالمي، من طبعا حيكون له تأثيرات كبيرة على السياسة الدولية، على الأحداث في منها، خصوصا من ناحية السياسة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي. الأسواق البترول في الفترة الأخيرة يعني كان الأكبر شيء يمكن في نظري ينعكس على تحركات الأسعار، كان التخفيض الطوعي اللي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بحوالي مليون برميل في خلال شهر فبراير ومارس. وعلى فكره هذا اللي دعم الاسعار، حاليا جالس نشوف تتداول فوق ال 55 دولار. طبعا كانت مفاجاه للاسواق، واعتقد انه حاليا في نوع من التفاؤل اللي يسود الاسواق من ناحيه عوده الطلب. ففي ظل هذه، طبعا اليوم مع تنصيب الرئيس الامريكي بايدن، هنالك ايضا توقعات في اللي هو حزمة التحفيزات اللي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد تدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل ظروف أزمة كورونا. فبالتالي هذه يشكل نوع من عودة الطلب على النفط، ومع تحسن الاقتصاد الأمريكي قد نشهد تحسن أيضا في ارتفاع الأسعار. ففي نظري أن هنالك عاملين مهمين، طبعا العامل الأول والأهم هو عامل أوبك بلس والتخفيضات الطوعية اللي قدمتها المملكة العربية السعودية، والعامل الآخر اللي يعطي الأسواق نوع من الطمأنينة اللي هو حاليا وجود الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن والمحفزات اللي سيعرضها للاقتصاد الأمريكي. نعم، لكن ماذا حول توقعاتك بشأن انتعاش النفط الصخري خصوصا؟ الحقيقه الكثير من لو نقرا تقارير الاعلام يقول لك ان الرئيس الامريكي الجديد لديه سياسه راده للوقود الاحفوري عموما، فهنالك قلق من على صناعه النفط الصخري. لكن في حد تصوري انه لا اعتقد انه ستتاثر الانتاج النفط الصخري بشكل كبير في 4 سنوات القادمه تحت الرئيس الجديد بايدن، بسبب انه اصلا صناعه النفط الصخري لو ننظر للسابق هي اصلا يعني كانت نتاج الفتره اللي عاشتها، كان فيها ارتفاع جدا مفرط في الاسعار في فتره 2010 ل 2014 ايام الرئيس اوباما، وقتها كان بايدن نائب الرئيس. فهي زي ما تقول اصلا نشات تحت اشراف اوباما وبايدن في الاداره السابقه. لكن في نظري ان رئيس بايدن سيكون له سياسات مع الطاقه النظيفه، فسيقلل او ستكون فتره رئاسته في تصوري اتوقع انه ستقل انبعاثات الولايات المتحده بحوالي 30%، ستعود الولايات المتحده الى اتفاقيه باريس، قد نشاهد مزيج اكبر للطاقه المتجدده والطاقه النظيفه في داخل مزيج الطاقه الامريكي. لكن لا اتوقع ان سيتاثر انتاج النفط الصخري بسبب سياسات بايدن، لا اتوقع سيكون التاثير اكبر على انتاج النفط الصخري من اسواق النفط، وهذه نرجع لمساله الطلب وقرارات منظمه اوبك. نعم، لكن يعني ماذا عن الاستراتيجيات او حتى العقوبات التجاريه التي كانت في عهد ترامب؟ هنالك حديث انها ربما تتغير الان في عهد بايدن، ما رايك في هذه السيناريو؟ عقوبات على، اتحدث حول العقوبات على الصين. اوكي، العلاقات بين الولايات المتحده والصين طبعا عامل جدا مهم، ولا في لو نلاحظ التصريحات اللي صدرت من الاداره الجديده للرئيس المنتخب بايدن، وحتى الناس المرشحين اللي شغلوا العديد من المناصب في مثلا الماليه والخارجيه، لا اتوقع حيكون هنالك تحسن كبير في العلاقات الصينيه الامريكيه. هنالك يعني الولايات المتحده لا زالت تتهم الصين بخرق حقوق الملكيه الفكريه واغراق الولايات المتحده بالمنتجات الصينيه، فاعتقد انه قد تستمر اداره بايدن في نفس المسار اللي كانت تتبعه سياسه رئيس ترامب، رئيس الذهب يعني في الرئاسه الحاليه. فلكن الاقتصاد الصيني لا زال يؤدي اداء طيب، يعني بالرغم من ما شاهدناه من
الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الاقتصاد الصيني أكثر ما تأثر في الفترة الأخيرة كان بأزمة كوفيد 19، هي اللي أثرت على الطلب على النفط. وحاليا يعني قبل، خلينا نقول قبل الشهر الماضي، الآن الصين فيها نوع جزء إخلاق جزئية في بعض المناطق، لكن قبل هذه الإخلاقات الجزئية كان الطلب الصيني للنفط وصل مستوياته ما قبل الأزمة. فلا، في نظري، في تصوراتي الشخصية، أنه أزمة كوفيد 19 هي ستكون أهم عامل لمؤثر على الطلب على للنفط من الصين، بغض لكن النظر عن بالرغم من ذلك سريعا دكتور، يعني نمو الصين ارتفع بأكثر من 2.5%، وارداتها أيضا أكثر من 7%، يعني ماذا يعني ذلك؟ هذا يعكس نوع من التحسن الاقتصادي. والاقتصاد الصيني بحسب تصريحات رئيس شي جين بينغ في قبل فترة، يتوقعون أنه خلال 5 سنوات القادمة قد يصل النمو الاقتصاد الصيني إلى 7.5%. وطبعا هو الافرج، النمو المتوقع يعني الافرج كان عند حوالي 6.2. فهذه تعطي، على فكره هذه كمان لعبت في الاسعار في الاسبوع الماضي، كان هناك ارتفاع مفرط، يعني ارتفاع، خلينا نقول ارتفاع جيد في الاسعار مصحوبا بتوقعات النمو الاقتصاد الصيني حسب ما صرح الرئيس الصيني. ففي حد نظري ان الاقتصاد الصيني حاليا اداؤه جيد من ناحيه الصادرات والواردات، واكثر شيء قد يؤثر على حركه الاقتصاد الصيني في توقع ستكون مساله كوفيد 19.